السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا دلوقتي بدرس في الكلية وبذاكر التصميم كويس، ديزاين كويس، وعايزة تخش في مجال البيم، بس ناس بتقول لي لو دخلت في مجال البيم فده شيفت كارير وتغيير المسار، ولما تشتغل بيم لما تشتغل ديزاين. هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ طيب، هو الكلام ده غير صحيح، وهنقول ليه الناس خدت الفكرة دي. طبعا هو البيم بيديني أدوات تسهل عليا الشغل، يعني زي ما الاول كان الناس بتشتغل على الورق والقلم، ولما تحصل مشكله يقطع الورقه كلها ويرميها، اصبح الكاد بيسهل الموضوع دوت. لو غيرت حاجه او حاجه اتلغت سهل ان انا اعدل فيها، سهل ان انا الغي لير احط لير، بيسهل شغل كتير جدا. بس هو بابليك، تقدر ترسم عليه بحلح، هترسم عليه نخله زي ما انت عايز، ما بيقولكش لا. انما البيم بتشتغل مباني بس، تمام؟ كل شغله مباني، معماري وانشائي وكهروميكانيكال، وفاهم انت عامل ايه، فبيسهلك الشغل كويس جدا، تمام؟ دي اول حاجه. طيب ليه ناس خدت الفكره ان البيم لما تشتغل بيم لما تشتغل ديزاين؟ خدت الفكره دي لان اغلب المشاريع اللي موجوده كان الناس بتعمل الديزاين، وفي الاخر بيوصل لمرحله بيكتشف ان البيم هيوفر له كتير، فيقول لك خلاص حول شغل لبيم، فيجيب ناس تعمل الشغل دوت. فبأصبح اغلب او كثير من المشاريع بيبقى راجل يقول لك انا عندي ديزاين وعايز احول البيم، فاصبح الناس فاهمه الفكره ديت. بس لو انت شغال بيم من غير ما تحط فكره الديزاين بتاعك، ومن غير ما بتعمل الديزاين، او من غير ما تراجع على الديزاين، فانت كده بقيت موديلر مجرد بس تعمل ال 3D، زي ما في ناس كتيره بتعمل شغل اللي هو اللي هيعمل لك شغل مثلا ماكس، تمام؟ لا، لازم انت تبقى حاطط فكرة الديزاين بتاعك. حتى لو الديزاين موجود تراجع على الحسابات، تراجع على الشغل، ممكن تلاقي مثلا واحد ماشي بمسار طويل شوية فتعدل فيه. خلي بالك دايما ان انت مهندس، فلازم كل شوية تعدل للحاجة الافضل، يعني بتعمل زي فاليو انجينيرنج وانت شغال بحيث توصل لافضل قيمة. ينفع تعمل الديزاين من خلال البيم وتلغي الكات خالص؟ اه، وهسهل عليك وهتوفر معاك وقت كتير قوي، تمام؟ فينفع يبقى في واحد اسمه مهندس وشغال في البيم، وعامل ديزاين وشغال في البيم، الاتنين مع بعض بيبقى افضل بكتير. انما لما واحد يقول لي انا هشتغل بيم وهنسى الديزاين وهنسى الحسابات وهنسى الحاجات دي، بتحصل كوارث، تمام؟ وفي شركات كتيره وفي اشخاص كتيره معتمدين على فكره ان هو يعمل موديلنج بدون ما يكون فاهم، او من غير ما يكون شغال، او من غير ما يكون مهتم بالحسابات. في شركات كده يقول لك انا هاخد الموديل وماليش دعوه بالحسابات، تمام؟ انا اخلي شركه تانية تعمل الديزاين وانا هعمل الموديل. فده بيبقى فيه دبلكيت في الفلوس، في دبلكيت في الوقت، ودبلكيت في اي مشكله لازم تعدي على الاثنين. واحد يقول لك انا مش مسؤوليتي وده مسؤوليتي، فالافضل ان هو يكون شخص واحد هو اللي بيعمل الديزاين وهو بيكون عامل الموديل.